طبعا يعني باعتبار ان احنا يا مصطفى في شهر مارس شهر المرأة، كان في احتفالية مهمة لدعم وتكريم عدد من النماذج النسائية الملهمة في المجالات المختلفة. صحيح، كان على رأس المكرمين الفنانة الكبيرة ليلى علوي، بطلة المصارعة سمر حمزة المصنفة الأولى عالميا، الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة، وعدد من الشخصيات البارزة في السياسة والاقتصاد والفنون. دعم النماذج النسائية ده بيدي للشباب صورة يعني يعمل إيه، أو يعني بيديهم قدوة، لأن الشباب حاليا محتاج القدوة إنها تقول إن أنا عايزة أعمل الحاجة الفلانية أو عايزة أشتغل الحاجة الفلانية. ما بقاش في ناس كتير عايزة تدرس طب وتتعب نفسها، بقى في كده زي بدل ما يقول لك work hard بيقول لك work smart، يعني ما فيش حد عايز يشتغل جامد، يعني الناس كلها عايزة تعمل مجهود قليل قوي وتوصل بيه لأكبر نتيجة ممكنة، ومش هي دي المعادلة اللي بتوصل في الحياة. فلما تكرم نموذج ناجح لازم تعرف الناس اللي كانت ورا النموذج ده، الناس اللي عملته، وما طلعش كده لوحده، هو خد دعم من ناس كتير جدا حواليه، وكمان بإصرار وعزيمة وشغل جامد من الشخص نفسه. لأن لما واحدة تبقى في سن صغير مطلوب منها أنها تربي أولاد وتبني بيت وتبني كارير، وده صعب، ده بيحتاج مجهود وبيحتاج تضحيات منها ومن ناس كتير قوي معاه. يشرفني جدا أن أكون واحدة من المكرمات الشهر ده كله للمرأة، فالحمد لله شايفة نماذج ناجحة كتير جدا، يشرفني أن أنا أكون واحدة منهم. فالنهاردة ويل وومن بيحتفلوا بنماذج للسيدات، وكلنا موجودين النهاردة برضو علشان المرأة. إيفنت طبي يعني دكاترة، بس هو بيكرموا السيدات اللي ليهم دور أو نجاحات في المجتمع. يعني مثلا أنا مجتمع مدني، هما بيكرموا ناس من كل المجالات، المرأة من كل المجالات.